Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome once again to the program Liqa Maal Arab, that is the sitting with Hadhrat Amirul Mumineen Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasli Aziz, the head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Jamaat, in the presence of various Ahmadis from Arab countries. In this program, Huzoor will be arriving very shortly and grace this meeting. Until that time, we are instructed to begin the program, and I would request Brother Sayyid Munir Idlabi to kindly welcome the viewers of this program in Arabic and also make the opening of the program. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ayyuha al-ikhwatu al-arab, ahlan wa marhaban bikum fi al-mahatat al-fadaiya li-televizyon al-islami al-ahmadi wa barnamaj liqa ma' al-arab الذي نلتقي فيه مع حضرة أمير المؤمنين ميرزا طاهر أحمد إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية الخليفة الرابع للمسيح الموعود والمهدي المنتظر والذي يطل حضرته من خلاله على أحبائه العرب ليجيب على أسئلتهم وتساؤلاتهم أو يقدم في بعض الأحيان بيانات عرفانية من القرآن الكريم ومن الحديث الشريف يتحدث فيها عن الإسلام في بيان متميز واضح. في اللقاء السابق أو كما قلنا لكم إننا نستفيد من بضع الدقائق التي ننتظر فيها مجيء أمير المؤمنين، حيث أخبرنا بأننا يمكننا أن نبدأ مع بداية البرنامج. سنسعى في هذه الدقائق الأولى إلى تعريف العرب بالجماعة الإسلامية الأحمدية العالمية وحقائقها ونشاطاتها لنشر دين الله سبحانه وتعالى ولبيان الإسلام الحق في جميع أنحاء الأرض. في اللقاء السابق تحدث أخونا الأستاذ عطاء المجيب راشد عن أحد كتب المسيح الموعود عليه السلام الذي كان في الأصل خطاباً ألقي في عام 1896 في الهند في مؤتمر للأديان، حيث مثل بهذا الخطاب البيان الإسلامي الذي يتحدث عن الإسلام ويبينه من كتابه الذي هو القرآن الكريم. وقال أخونا بأن هذا الكتاب قد كتب لبيان ما جاء في الإسلام وبهداية من الله سبحانه وتعالى الذي أوحى للمسيح الموعود عليه السلام قبل إلقاء الخطاب بأن هذا الخطاب هو الذي سيفوز في المؤتمر. وتصديقا من حضرة ميرزا غلام أحمد المسيح الموعود والمهدي المنتظر لكلام ربه عز وجل الذي أوحى به إليه، نشر وأشهر هذا البيان قائلا بأن الله أخبرني بأن هذا الكتاب سيفوز في هذا المؤتمر وسيبدي جمال الإسلام بشكل رائع مبين، يكون مصدر نور للقادم من الأيام وإلى أبد الدهر. وقد كانت صيغة الوحي الله أكبر خربت خيبر، بمعنى أن الإسلام، نور الإسلام قد ظهر وبان في هذا التفسير في هذا الكتاب، وبأن أعداء الإسلام والذين كانوا وما زالوا يحاولون إطفاء نور الله ونور الإسلام بأفواههم قد فشلوا فشلا ذريعا مع صدور هذا الكتاب الذي هيأ له الله البيان والفوز والنجاح. وهذا ما حدث فعلا، إذ أنه ألقي في المؤتمر فأخذ بألباب الحاضرين والمستمعين الذين كانوا يتزاحمون جلوسا ووقوفا لكي يستمعوا إلى هذا الخطاب، ولشدة اهتمامهم أعطوا هذا الخطاب فرصة زائدة عن الوقت الذي كان محدد له لكي يتمه شوقا لاستماع جميع ما جاء فيه. هذا الكتاب الآن تم
إعداده باللغة العربية بشكل منقح وجميل، وإن شاء الله سوف يطبع وسوف يتمكن الإخوة العرب من الاطلاع عليه، كما أنه قد تم تسجيله إلقاء للتلفزيون الإسلامي الأحمدي، وسيلقى على حلقات متتابعة للإخوة العرب مدة كل حلقة نصف ساعة، بحيث يتمكنوا من الاستماع إليه وفهم بيانات القرآن العظيم، وسيجدون فيه الرد على كثير من الأسئلة التي تشغل بال المسلمين بوجه خاص والعالم بوجه عام، وتتعلق بحقيقة الدين ومفهوم دور الدين في الحياة الدنيا ودوره في صلات الناس مع بعضهم بعض، ومفهوم الحياة الآخرة والجنة والنار والروح وهذه المفاهيم، وكلها من مصدر قرآني بحت، لأن هذا كان هو الشرط في ذلك المؤتمر. هذا ما حدثنا عن الأخ عطاء المجيب راشد، ولعله يريد أن يضيف بعض الشيء. Thank you. As you have just explained in Arabic, I think all the viewers should be knowing that we are talking about this famous book of the Promised Messiah, the philosophy of the teachings of Islam, and I've got a copy of this book with me in my hand. This is a book very famous among the Ahmadiyya literature. It has been published in so many languages, and beautiful translations have been made. And every time people read it, they are extremely impressed by the contents of the book. This was also made very clear when this article was read out in that big conference in Lahore. Actually, historically, if I tell you this detail, that originally it was planned that the meeting would be for 3 days, 26th, 27th, and 28th of December in 1896. But when the fixed time for the reading of this article by the Promised Messiah was over and the article was not yet finished, Shall we begin with whatever you like? Yeah. Yesterday you mentioned you may talk today about the new year in regard with the Ahmadiyya community. Right. You see, the new year for every Jamaat created by the divine will is always better than the last year's. And particularly if you remain loyal to the Sunnah of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then you are destined to share the same destiny as is related to Hazrat Muhammad Rasulullah sallam, as mentioned in the Holy Quran, wal akhiratu khairul laka min al ula. People generally translate it to mean that the life to come in after death will be better for you than the life here. But I don't agree with that translation. In this life, we have an akhirah in relation to our past. So literally this can be translated that every passing moment of yours which comes will be better than the one which has gone. So you will constantly rise in the sight of Allah. This translation is supported by وَيَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. And it is very important relationship between this verse and this verse which I have just quoted. Because يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, if مَقَامِ مَحْمُود is understood to mean a fixed place or a fixed status where one reaches and the goal is over, then that مَقَامِ مَحْمُود was already achieved by Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
at the time of his ministry. But why did he tell us to continue to pray for him after hearing every azan? وَبَثُوا مَقَامُ مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ. So, do they mean that he never reached this Maqam-e Mahmood? He was always at a Maqam-e Mahmood, which is a moving Maqam. It was not a stationary Maqam. It was always rising higher and higher. So, in this sense, the verse, وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنِ الْأُولَى, must be understood. All other meanings would be meaningless. So from that I insist the meaning is, O Prophet, every past moment, every coming moment of his is better than the past moment. They're constantly on the rise. And this also is the fate of the divine communities or followers of divine messengers. As long as they remain on the right path, they are bound to grow from glory to glory. And they are never at a loss. So this has also become a test case in case of Jamaat Ahmadiyya. The higher the opposition rises, if we were without God, that is to say, without God to favor us, then after every rise of opposition, we must have been diminished to smaller sizes. What we see is exactly the opposite. So every year that dawns upon us is definitely better than the one which we say farewell to. And the differences are so big, the leaps are so powerfully made in the direction of higher achievements, that every leap is a momentous leap. Every leap is a historic leap. I can compare the last 2-3 years of Jamaat's progress, and then you will know what I mean, and then you will know the real message of the Holy Quran, that if you belong to this Holy Prophet, this is your fate. No coming year will be worse than the one past. Every coming year will be far better than the year which has left you, or which you have left behind. Now, when I came to England, those were the crisis years of the Jamaat, when Pakistan mullahs colluded with the government of Pakistan, with the constitution, the members of the Constituent Assembly. They all colluded against Jamaat Ahmadiyya and decided that this is a difficult nut for us to break. So far we have failed to stop their progress. So we must take some legal action, some actions in the field of legislation. If we legislate them out of Islam, then people will stop coming to them. This was the ultimate design or plot to stop the progress of Ahmadiyya. Now, this in itself is sufficient to prove that all our years dawned better and better and higher, took us higher and higher. Otherwise, why do they not take legislative measures against Baha'is, against Rish, you know, all the ABC and every other small sect, even the Ismailis, they themselves agree, admit, openly publish these facts. But the difference between Ahmadiyya understanding of Islam and the Sunni understanding of Islam is only on one area of interpretation of the verse Khatam al-Nabiyyin. In all other fields, there is no disagreement in major areas of belief. But with Ismailis, the differences are so fundamental and of such grave nature that if Ahmadis are to be
called non-Muslims, then they earn this credit 100 times more. So there are Zikris, there are Alawi Shiites, and they go on abusing them and telling the whole world that they are non-Muslims. No legislative measure is ever taken, because there is no need. They are not growing, they are not spreading, they are not creating a challenge. So this is the reason that this decision itself is an admission of defeat. They explored all avenues of opposition, all measures of suppression and oppression. Nothing worked. We said, all right, when we declare them to be non-Muslims, then the Muslims, common Muslims of the country would say, all right, we can make a jump into another sect, but not into an un-Islamic entity. Because they know everybody in the country loves Islam. So they can become Shiites from Sunnites, Sunnites from Shiites, and so on. These things happen, you know, in small way, not in a big way. But for a Muslim, whatever sect he belongs to take this horrendous decision of leaving Islam and going outside the pale of Islam, the boundary of Islam, this they estimated or calculated would be extremely difficult. That is the reason, that is the only reason, in fact, that they tried to stop us and said in 1974, resolved in the National Assembly, that all the rest of the sects, whatever their differences, are still Muslims. You know, that was the verdict given by them. Even if you consider Hazrat Ali to be the actual recipient of Allah's message, and the message was delivered by mistake to Hazrat Rasulullah Sallam by Jibreel. You know, all this is involved in this. Still you are a Muslim, no problem. If you declare Hazrat Abu Bakr Siddiq رضي الله عنه, the chieftain of the hypocrites, and if you declare all of the Muslims except the family members of Hazrat Muhammad Rasulullah Sallam to be hypocrites, this is true faith, this is true Islam. And on that fatal day in the National Assembly of Pakistan, this was decided. You remain, do whatever you do, you believe whatever you believe. Only do not believe in Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, and then we'll declare you to be Muslims. So this is what happened, and the compulsion was that they could not suppress us. In the fields of arguments, they were roundly beaten in every area of debate and argumentation. They had nothing left. People continued to be Ahmadis. This made them take this decision, and this made them a witness to the fact that every new year of Ahmadiyya, so far according to them, till that moment, is more glorious than their past. And this is the only measure left to us to suppress them, otherwise they will go beyond our control and reach. That is regarding the past. But what happened afterwards? Now I come to that. And as I come closer to the year today, this year, you'll be amazed at Allah's blessings upon Ahmadiyya and the way they are spreading and growing. So when they took this decision, you know, the rate of people becoming Ahmadis grew bigger and faster, instead of diminishing. More people became interested in Ahmadiyya. Previously, when they were dissatisfied with their own sect, they would think of joining another sect. Now there were only two divisions left: the Orthodox Islam and Ahmadiyya Islam. And whenever they were disgusted with some of the Orthodox views and things, they sought shelter in Ahmadiyya Islam, because they knew in their hearts
They had lived with us 100 years before this event, and they knew that they are the true Muslims. It's all false. The allegation was not accepted by the mass verdict. Otherwise they wouldn't become Muslim Ahmadis. So they continued to become Ahmadis, and at a faster rate. This is what panicked the government. This is a testimony in favor of Ahmadiyya, that every Ahmadi year is more glorious than the past year. Now, I can tell you one example which I witnessed myself. In year 1984, when this decision was taken, on the same Jalsa Salana, the annual conference in Rabwa, 74, the leader of the laborers, which were employed in one of the cooking center, which is called Langar Khana, after the work was finished and we were holding the last ceremony, he stood up and said, "Oh, not most of the laborers were non-Ahmadis. Ahmadis were just honorary workers." So he stood up among them and said, "Look here, before you depart, listen to me. I have decided to become an Ahmadi. If you ask me why, I say what happened in Islamabad Constituent Assembly, that decision has made me an Ahmadi." He was not a very educated person, you know, a man of ordinary education, but a man of intellect. He said, "You will ask why. My answer is that these mullahs have been telling us throughout the last so many centuries that Islam will get divided into 72 sects. They will all be hellbound. Only one jamaat will be the jamaat which will be heavenly. And they have been rubbing it in upon us for centuries. And now suddenly they are telling us that 72 are heavenly people and only one is hellbound." See? What a wonderful judgment passed by him. He said, "Look here, I am with Muhammad Rasulullah Sallam. He says 72 will be wrong and one will be right. The mullahs have been agreeing with that throughout. Now one fine morning in 74 they declare, no, we have all been wrong, even Muhammad Rasulullah Sallam was wrong." The right thing what he should have said was that all 72 will be right and one will be wrong, and chuck that one out. So he said, "The one who is chucked out, I am also chucked out with." Because Hazrat Muhammad Rasulullah Sallam's verdict will pass, your verdict will not pass. What a beautiful speech it was, you know, that made my Jalsa Salana that year. And this is the argument which has been working on people everywhere. So they could not stop. Until 10 years after Zia saw a sort of movement developing in favor of Ahmadiyya. I myself again witnessed to all this. Why did Zia take all these measures? But already the decision has been taken, people said, 90 years old problem, we resolved, no masala, no problem, no sawal left at all, finished, everything finished. Now they're outside and finished with them. We have done with them. Why suddenly Zia took into his head to try to destroy Ahmadiyyat, admitting that all mayors before that have failed? So now we must take the most severe punitive measures, otherwise they will not be stopped. So the year 74 saw those punitive measures, but let him, I have spoken too much, let him take up with me and translate this much, then we'll start the journey from there onwards. Thank you. There's a long, long way to go as yet. Jazakumullah. تابع حضرة أمير المؤمنين متحدثا عن العام الجديد بعد أن حدثنا بالأمس عن مفهوم السنة الجديدة بشكل عام وكيف يجب على المسلمين أن يستقبلوها. الآن ينطلق بعون الله متحدثا
عن مفهوم العام الجديد أو مناسبة هذه السنة بالنسبة لجماعة في كل أنحاء العالم. قال: العام الجديد لكل جماعة أسسها الله سبحانه وتعالى تتميز بأن يكون دائما عامها المقبل خيرا مما سبق، ولكن الشرط أن تكون هذه الجماعة قد أسسها الله سبحانه وتعالى وتتميز بهذه الصفة. إذا كرستم أنفسكم للرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قائلا: وللآخرة خير لك من الأولى، سوف تتميزون أنتم أيضا بهذا الأمر. الناس يقولون خاطئين بأن الآخرة هنا تعني الحياة بعد الموت، ويقول حضرته: ولكني لا أوافق، لأن المعنى الصحيح هنا الآخرة تعني كل لحظة قادمة تالية ستكون خيرا لك من الأولى، وستكون دائما في دعواك ودعوتك في صعود باتجاه الله سبحانه وتعالى إلى أن يتحقق لك المقام المحمود. دعوتك ومجدك. نعم، لصعودك ومجدك وازدهار دعوتك إلى أن يتحقق لك المقام المحمود الذي بعثك، الذي بشرك الله به في القرآن الكريم وقال: يبعثك ربك مقاما محمودا. الصلة بين عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال حضرته: الصلة بين هاتين الآيتين صلة هامة جدا، بين وللآخرة خير لك من الأولى وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الصلة بينهما هامة. يقول: إذا كان المقام المحمود هو مكان محدد أو فترة محددة ما، فإن هذا قد حدث في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وتم له أثناء حياته. إذن لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستمرار بالدعاء له أن يبعثه الله هذا المقام المحمود عند كل أذان وعند كل إقامة للصلاة، حيث نقول عند الأذان: وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته؟ فهل هذا يعني أنه لم يصل إلى المقام المحمود؟ لا، هذا يعني الصعود بالتقدم والتطور باتجاه المجد للإسلام، وهذا يعني مقام محمود. He reached already when he was appointed by God as خاتم النبيين and رسول الله. But that مقام is moving مقام. It is not a stationary مقام. That's beautiful. يقول حضرته بأن المقام المحمود أساساً قد وصله محمد صلى الله عليه وسلم عندما اصطفاه الله لأن يكون رسوله للعالمين وأن يكون خاتم النبيين. ولكن علينا أن نفهم بأن ذلك المقام المحمود ليس مقاما ثابتا، وإنما مقاما متصاعدا متقدما إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك بيّن الله سبحانه وتعالى مفهوم هذا المقام المحمود بقوله: وللآخرة خير لك من الأولى، أي أن مقامك المحمود سيظل في ترق وصعود مستمر إلى يوم القيامة. أي قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: أي يا نبي الله، إني أبشرك بأن كل لحظة قادمة هي أحسن لك مما سبق. قال حضرته: هذا هو إيماننا نحن المسلمون الأحمديون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء جميعا، هكذا دائما يجعل الله مقاماتهم في علو وصعود مستمر إليه دائما، لأنهم يكونون هم الجماعات التي أسسها الله أساسا، فهم لا يخسرون أبدا. قال: as long as people remain adherent to the truth, remain adhering to the truth. That is the condition. هم لا يخسرون أبدا بشرط أن يظلوا مستمرين على الالتزام بالحقيقة التي في دينهم والتي هي من عند الله. وقال حضرته: إن هذه القضية بالنسبة للجماعة الإسلامية الأحمدية يمكن أن تعتبر مقياسا نقيسه نحن لنعرفها
ويمكن للعالم أيضا أن يقيسه علينا، أن يطبق هذا المقياس علينا. فلو نظرنا إلى الجماعة منذ أن أسسها الله سبحانه وتعالى، لو لم تكن قد أسسها الله لكان لابد لها من أن تتناقص أو تتراجع أو يبدو فيها التردد. ولكن ما يراه العالم ما نراه نحن، وما يراه العالم معنا هو العكس تماما، حيث إن العالم يرى أن هذه الجماعة تتقدم باستمرار وتكون اللحظة الآخرة دائما خيرا لها من الأولى. هذا نقوله ونحن واثقون، ويشهد العالم أيضا علينا بذلك. وقدم حضرته فيما يلي من كلامه هذا الشهادات التي سنذكرها. يقول إن العالم يرى أننا نتقدم، وأنا سأتحدث لكم عن تجربة أو عن معرفتي بهذا الأمر. عندما جئت إلى إنجلترا، يقول بعد المؤامرة التي تمت في الباكستان ضد الجماعة الإسلامية الأحمدية، وصل تأزم قادة خصوم الجماعة في الحكومة وفي أعوانهم ضد الجماعة إلى حد أنهم وجدوا أنهم قد فشلوا في جميع محاولاتهم لإيقاف مد الجماعة في نشر معتقدهم وجذب الناس واستقطابهم إليها لتصديقهم. فقالوا لن نستطيع أن نرد هذا التنامي أو أن نوقفه إلا إذا اتخذنا قرارا قانونيا تشريعيا من الدولة يعتبر الأحمديين خارجين عن الإسلام. عند ذلك نستطيع أن نكسر هذه العقدة التي طالما فشلنا في كسرها، لأن الناس عندما يعرفون أنهم بانتسابهم إلى الأحمديين يصبحون خارجين عن الإسلام لن ينضموا إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية خوفا من اعتبارهم غير مسلمين. يقدم حضرته تساؤلا رائعا عظيما، يقول لماذا هم لم يفعلوا ذلك ضد الفرق الأخرى من الإسلام، تلك الفرق التي تتميز باختلاف أكبر بكثير من الاختلاف الحاصل بيننا وبين الفئة التي أهل السنة التي تنتسب إليها الحكومة أو المشايخ. قال حضرته بأن الفرق الوحيد الرئيسي بيننا وبين أهل السنة هو المفهوم المتعلق بخاتم النبيين، وأما فيما عدا ذلك فتقريبا ليس هناك من خلاف. And I'll come to that again. Even that is an imaginary fark. نعم. It's not real. نعم. The mullahs say there is fark, but there is actually no fark. نعم. We'll speak of that later on. Yes. ويقول حضرته موضحا وإن حتى هذا الفرق إنما هو فرق تخيلي وليس، يعني هم لا يفهموننا، هذا هو الأمر، وليس هو فرق واقعي. يعني نحن نؤمن أنه خاتم النبيين وهم لا يفهمون كيف نحن نؤمن أنه خاتم النبيين، لذلك هم يتخيلون العكس. فقال حضرته نحن إذن أقرب من جميع الفئات الإسلامية إليهم. مثلا هناك الإسماعيليون الذين الفرق بين معتقدهم وبين أهل السنة هو فرق هائل، فلماذا لم يعلنوهم غير مسلمين؟ They pray before the photo of their imam. And I have myself visited one of the places of worship in Karachi, where one of their leaders took me. He was a friend of an Ahmadi, and he, at my request, took me to the mosque. They don't call it mosque; they call it Jamaat Khane. And there, I was amazed, astounded. To see the picture of Aga Khan hanging in the middle in the direction of Qibla, you know, in the middle, and everybody prayed to him. Can you imagine a worse manifestation of shirk than this? No mosque, they don't say prayer, five time prayers in those mosques. Now, for the last few years, they have started doing it.
because I know some friends from Canada who write to me that you say there's such big difference while we say the five time prayers like the Muslims. But I assure you, this is a late trend. Prior to that, entire East Africa is a witness to this. And all the Karachi those areas of Karachi where they have their Jamaat Khanes, that they never prayed the five time prayers like Muslims. The Jamaat Khana has no member, no mihrab, nothing. Only in the middle there is the picture of their living Aga Khan. And they bow to him and pray to him and beg from him. So they say, this is okay, no problem, still Muslims. But the difference of interpretation, that we cannot tolerate. يزيدنا حضرة أمير المؤمنين وضوحا في عقيدة الإسماعيليين مبنية على تجربته في زيارة معابدهم أو الأمكنة التي يجتمعون فيها ويسمونها مكان الجماعة أو دار الجماعة ولا يسمونها المسجد. قال بأنه شهدهم يصلون أمام صورة الإمام إمامهم آغا خان. يصلون perhaps is the wrong word. يسجدون. No. يدعو. يدعونا. يدعونا. نعم. That's right. إذن لأن كلمة pray in English means. That's right. صححني حضرة أمير المؤمنين وقال بأن قصده أنهم كانوا يقفون أمام الصورة ويدعون هذا يتقدمون بالدعاء أمام هذا الإمام. قال addressing him, they ask from him, they beg from him. إذن يدعونه هو شخصيا ويطلبون منه العطاء وطبعا هذا شكل من أشكال العبادة. وعقب حضرته بأنه ربما في الفترة الأخيرة ابتدأوا في أماكن عبادتهم يصلون الصلوات الخمس كما حصل على بعض المعلومات من كندا من شخص كان يذكر له ذلك. قال ولكني أؤكد لكم بأن هذه هي نزعة أخيرة حديثة مستحدثة والشاهد على ذلك هو شرق أفريقيا يمكنكم أن حيث تواجدهم هناك قويا ويبين حقيقة اعتقاداتهم. يطرح حضرة أمير المؤمنين بعد عرض هذه الحقائق السؤال على الحكومة في الباكستان. حضرت علي رضي الله تعالى عنه being that you have not mentioned. I'm يطرح هذا السؤال ويقول إذا كان هؤلاء يختلفون إلى هذا الحد في مخالفة المسلمين فلما لم تعلنوهم غير مسلمين. يقول هذه شهادة منكم لنا بأننا نحن الذين نتنامى ونحن الذين لنا الآخرة خيرا من الأولى ولذلك لا تخشون تنامي أحدا غيرنا. وكذلك ضرب حضرته مثلا بالشيعة الذين يقولون بأن الوحي الذي نزل على محمد صلى الله نعم الشيعة العلويون الذين يقولون طبعا المغالون منهم نعم الغلاة نعم غلاة الشيعة والعلويين الذين يعتقدون بأن الوحي الذي نزل من الله سبحانه وتعالى قد أخطأ ونزل على علي بدلا من أن ينزل على نزل على محمد بدلا من نزوله على علي. Hazrat Muhammad looked very much like Hazrat Ali. Now, normally we say Hazrat Ali looks like him or looked like him. They don't say that. They say wahi was intended for Hazrat Ali and Jibreel was told by Allah to go straight to him and deliver this wahi to him. Now, he got confused because Hazrat Muhammad looked like Hazrat Ali. So he delivered the message to the wrong address. And from then on it was too late. This is their belief. Everybody knows. بين حضرته الرواية الشهيرة بينهم التي يفسرون فيها كيف أخطأ الوحي بأن الله سبحانه وتعالى في الأساس أمر الجبريل أن ينزل بالوحي على علي رضي الله عنه
ولكن يقولون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يشبه عليا إلى حد كبير. فعندما نزل أخطأ وأنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم بدلا من علي، ولكن الأمر كان قد فات ولم يستطع التراجع. يقول And yet this is Islam. نعم. In 1974 it was decided. All the other sects of Islam are absolute beautiful Muslims. You have nothing to do with them. Only Ahmadis are non-Muslims. يقول إذا عندما أصدروا القرار في عام 1974 باعتبار الأحمديين وحدهم خارجين على الإسلام، هذا يعني ضمنا أنهم كانوا يرون جميع هذه المعتقدات هي معتقدات من الإسلام وتموت إلى الإسلام بصلة، وهذا يبين ظلمهم وتعنتهم واضطهادهم غير الصحيح. Not only that, it is a witness in our favor. نعم. A testimony. نعم. That they are only afraid of us. نعم. Because in the past they have not been able to suppress us. نعم. The rest of the sects are practically dead. They are not eating up their grounds. نعم. We are a real threat because we are increasing and they are decreasing in comparison to us. في الواقع هذه شهادة عظيمة جدا. يقول فكروا من وجهة نظر حاكم في دولة. هناك الكثير من الفئات الدينية وهناك بينهم فئة الأحمديين، لماذا يعتبرون يصدرون قرارا قانونيا وشرعيا يسجلونه باعتباره قرار من رئيس الجمهورية باعتبار هذه الفئة فقط خارجة عن الإسلام، في حين أن جميع تلك الفرق التي تستطيعون أنتم بمعتقداتكم وبأحكامكم وفهمكم للإسلام أن تعتبروا أنها مخالفة للإسلام، لماذا اعتبروا هذه الفرقة فقط هي خارجة عن الإسلام؟ هذا يؤكد ويؤكد تماما بأنهم لم يكونوا يجدون نماء ولا تطورا ولا صعودا ولا مجدا ولا تقدما لهذه الفرق، بحيث يخشون من نمائها على أنفسهم وعلى معتقداتهم. ولكنهم عندما نظروا في الجماعة الإسلامية الأحمدية وجدوا أنها بالحقيقة التي يستمدونها من بيان محمد صلى الله عليه وسلم ومن فيض القرآن الكريم يجذبون إليهم عقول الناس وقلوبهم، فيأتون لينضموا إليهم أفواجا مصدقين بهذه الدعوة، وينقص الله بهم الأرض من أطرافها ويتنامون في كل حين. وعند ذلك خافوا وتأكدوا من أنهم إذا لم يتخذوا قرارا عاجلا وحاسما وسريعا فإن هذا التنامي سرعان ما يطويهم بمده، وتصبح الغلبة لهؤلاء الذين أعطاهم الله ميزة أن الآخرة خير لهم من الأولى كما أعطاها لسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. كان لسان حالهم لبقية الفرق يقول آمنوا كما شئتم وافعلوا كما شئتم وفكروا كما شئتم إلا أن تصدقوا بدعوة ميرزا غلام أحمد القادياني. وجدوا أنهم في ميادين الجدال والنقاش قد خسروا مع الأحمديين في كل مجال للنقاش ولبيان الحق ولم يستفيدوا، لذلك أخذوا هذا القرار الغاشم وصاروا بذلك هم شهادة تاريخية مشهورة ومعلنة تصدق على أن هذه الجماعة يجعلها الله دائما في نماء وفي ازدياد وفي بركة وفي صعود وفي مجد، وتكون الآخرة دائما خيرا لها من الأولى. كان ذلك فيما يتعلق بالماضي، ولكن ماذا بعد ذلك؟ قال بعد ذلك الاضطهاد وبعد اتخاذ ذلك القرار كان من المفروض أن يشهد العالم خوف الناس من الانضمام إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية وأن يرى تناقصها، ولكن الذي حدث هو العكس. لقد شاهدوا أيضا بأن الجماعة ظلت في ازدياد وتنام مستمر بشكل هائل ومذهل، هذا تشهد عليه السنون
وتشهد عليه الأيام ويشهد عليه العالم. لقد صار عدد أفراد الجماعة أكثر، وصارت الجماعة أكبر، وانتشرت في دول أكثر في جميع أنحاء العالم، والكل يعرفون ذلك. وقد أدى هذا إلى ذعر الحكومة وخوفها، وأيقنت وقد أسقط في أيديها بأنها لم تستفد من هذا القرار. قال ذكر حضرته مشهدا عرفه بنفسه، كان ذلك أثناء اجتماع، وكان هناك قائد للعمال في قسم الطهي يجادل. It was in the same year when the resolution of the National Assembly, of the Constituent Assembly, declaring us to be non-Muslim was passed. It happened in September, 6th of September, 7th of September. My 6th of September, the decision was taken on the 6th, which was declared on the 7th. The decision was taken or declared on the 7th of September 1974. 3 months after that, in December, we had our annual conference. So the incident which I quoted was from that same year. نعم. في تلك السنة التي تم إعلان القرار فيها في 7 سبتمبر عام 1974، وبعد 3 أشهر كان هناك جلسة وجلسة سنوية. نعم. كانت هناك نقطة لم نفهم. I was working in one of the food centers where food was cooked. We call it langar khana. You yourself. I was head of that one center. نعم. And the people, most all Ahmadis were volunteers. نعم. All non-Ahmadi workers were paid workers. نعم. So this is what happened to the takedar, we call it, the contractor of the non-Ahmadi labor. نعم. He, at the end of Jalsa, we used to sit together and enjoy and pray in the end before separation. نعم. He stood up and said, I have to say something. And I said, yes, please go ahead. This is what he said, I have already told you. Yes. قال حضرته أثناء تلك الجلسة كان مسؤول عن الفريق الذي يعد الطعام للضيوف، وكان العمال الذين يعدون الطعام منهم الأحمديون الذين يعملون تطوعا، ومنهم العمال المأجورون الذين يأخذون أجرة، وكان ينوب عنهم كونتراكتر متعاقد الذي ينوب عنهم. كانوا يلتقون في جلساتهم ويدعون أحيانا في نهاية الجلسة مع بعضهم. أراد هذا المتعاقد رئيس فئة العمال غير الأحمديين أن يقول شيئا، قال اسمحوا لي أن أقول شيئا، فسمح له حضرته. قال لقد كان العلماء والمشايخ يطرقون رؤوسنا وآذاننا وأسماعنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل دائم ومستمر، بأن الإسلام أو المسلمين بعد محمد صلى الله عليه وسلم سينقسمون إلى 72 فرقة، إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال هذا قد حفظناه غيبا ودخل في رؤوسنا من كثرة ما علمونا إياه، إلى أن برزت جماعتكم الجماعة الإسلامية الأحمدية، وإذا بنا نجدهم يتجهون فجأة اتجاها معاكسا تماما في الفهم، فيريدون منا أن نقتنع منهم بأن الحديث، وكأنه يقول بأن 73 فرقة من المسلمين 72 منها كلها في الجنة ما عدا واحدة هي تكون في النار وهي أنتم. قال هذا ليس صحيحا وهذا مستحيلا ولم أقبله منه ولا أقبل منهم. This is, you have colluded against Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He says this and you say this. I'm with him, so I'm with Ahmadis. قال عقد مقارنة، قال أنتم الآن، محمد صلى الله عليه وسلم قال بأن 72 فرقة أو كل هي في النار وواحدة في الجنة، الآن أنتم تريدون أن نفهم كلامه على عكس ما قال، فتقولون واحدة في النار و72 في الجنة. لا بأس أنتم قولوا كذلك، ولكنني أنا أريد أن أصدق
ما قاله محمد right. صلى الله عليه وسلم وأعلن بأن الأحمديين هم الذين كانوا صادقين. يقول هذا هو الجدل والبيان البيان الحق الذي جذب الناس إلى الأحمديين وجعلهم يتناموا، وهذا هو البرهان بأن الآخرة كانت لهم دائما خيرا من الأولى، وإلا لماذا اتخذ ضياء الحق هذا القرار؟ Oh, this you have missed one thing now. No. The one phase is over. They built the wall between us and the non-Ahmadis of Pakistan with the hope that nobody will be able to scale this wall and go on the other side. No. The wall is not too big. Previously, the separating walls between the different sects of Islam were small walls. Everybody could jump over, jump across and join the other sect. But they say when we have separated Ahmadis from the rest of the Muslims in Pakistan by building the wall, labeling it non-Muslims, territory begins. If you go over to them, you become non-Muslims. Then they said no Muslim of Pakistan would dare to cross this wall over to the side of Ahmadis, because to have this label stuck on your forehead, you're becoming non-Muslim, that is far too much for Muslims. This was the conspiracy. Yeah. This they did, and what happened was the non-Ahmadis started becoming Ahmadis in much greater number than before. Yeah. This is the proof. Yeah. This acceleration in the rate of the non-Ahmadis becoming Ahmadis, that even the last measure they took failed them, was frustrated by Allah, and every other year which dawned upon us was better than the previous one. قال حضرته بأنهم أرادوا بالقرار بقرارهم هذا أن يبنوا جدارا عاليا ومانعا بين بقية المسلمين والجماعة الإسلامية الأحمدية حتى لا يستطيع هؤلاء المسلمون أن يتجاوزوا. في السابق يقول الجدران التي كانت مبنية بين الفرق الأخرى كانت جدران صغيرة وغير ذات أهمية، أما الآن فقد قرروا لكي يمنعوا تنامي الجماعة بشكل حاسم وبات ونهائي أن يبنوا جدارا كبيرا قويا يمنع بسلطة القانون وبسلطة التشريع الناس من تجاوز هذا الجدار لأن أو نفاذ من خلاله لكي يصيروا أحمديين. ولكن ما الذي حدث؟ تشهدون أنتم ويشهد العالم كله معكم بأن الذي حدث أن الأعداد التي صارت تنضم إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية مصدقة بالإسلام الذي تدعو إليه وبنور محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به المسيح الموعود عليه السلام من الثريا إلى الأرض، صاروا يأتون أفواجا وينضموا بأعداد أكبر، وهذه هي الشهادة التي قدمتها. This happened in 1974. 10 years passed since that time. Now, what happened to Ziaul Haq that he thought another mayor was essential? It was a declaration, a confession of defeat. Had this mayor become successful, why should suddenly Ziaul Haq rise and say, no, we have failed to stop them, now I will show you how to treat them. I am going to take measures which will completely destroy them. And on that fateful day of April, 26th of April 1984, he promulgated the ordinance which penalized the act of becoming Ahmadis and penalized Ahmadis who followed Islam. This is an act of legislation which has blackened the faith of all the opposition of Ahmadis. You can't stop people from becoming Ahmadis only through the application of threat to punish them by imprisonment, by confiscating their property, even to hang them if they practice Islam. So what are you against? What do you hate? You hate practice of Islam, not Ahmadis.
their claim that it was Khatm-e-Nubuwwat difference is absolutely false. I can prove it in a minute. They say no prophet can come after Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is the final verdict of the verse Khatam al-Nabiyyin. And Ahmadis say yet Imam Mahdi would appear and Isa will be born from the Ummah. This is what we say. How can this be against the verse of the Holy Quran? Was the advent of Isa not made by prophesied by Hazrat Muhammad Rasulullah himself? Was the advent of the Mahdi not made by the Khatam al-Nabiyyin himself? So to believe that Al-Imam al-Mahdi has come, to believe that that Jesus has come who was prophesied about, how could this be against the verdict of Hazrat Muhammad Rasulullah sallam, who himself was Khatam al-Nabiyyin? It is his verdict. Now they argue, I don't want to enlarge the argument, but in a short nutshell, I can prove that they are false, there is no difference. Now you ask these ulema, ask them, okay, forget about Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, we are not ready for punishment which you give us, which you mete out to us if we accept him. So we forget. Okay. Will a Isa descend from the heaven or not? Tell us simply. Yes, he will. Will he be a prophet of God or not? Yes, he will. So what is the difference between you and the Ahmadis? The only difference is in the identification. They believe that prophet of God will certainly appear after Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. But the question is, will a person of the Ummah of Moses come and lead Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, or will a servant of Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, under the verse وَمَنْ يُطَى إِلَّا وَرَسُولًا, would be raised to the status of prophet, but non-law-bearing prophet, not a law-bearing prophet. This is the difference. Who would be the Isa? The dead one, or the new one who will be born in the Ummah? We believe that he will be born in the Ummah, otherwise his being prophet is agreed upon. Both the parties unite in this belief that after Hazrat Muhammad Rasulullah Sallam, Isa's being prophet of Rasulullah Sallam's Ummah will not be against Khatam al-Nabiyyin. The second, Al-Mahdi. We say Mahdi has come, they say he has not come. They say you call him a subordinate prophet. This is wrong. We say, how would you call your Mahdi when he comes? Will he not be appointed by God? Will you elect him? They say, no. It's kufr. He'll be appointed by God, directly by him. And will you be permitted by God to reject him? Of course not. To not define prophethood. How on earth can you make a definition of prophethood which cannot be applied to Imam Mahdi? There are two parts to the central parts to the definition of prophethood. A person appointed directly by Allah, not appointed by anybody else, not elected, not appointed. And to reject him is a crime in the sight of Allah. You see, this is made compulsory. And this is in the article of Muslim faith. We believe in all his prophets. It never says we believe in all his awliya or aqtab. The only one office in which you are made to believe compulsorily is prophethood. And they say it will be compulsory upon every Muslim and every person to believe in Imam Mahdi. So what is the difference between Imam Mahdi and Prophet? So we, if we want to touch our ear, we do it like this. They don't like it, just the thing is too obvious, everybody knows. They do it from behind. I don't know how they can stretch it.
but attempt to hide this hair. So they touch the ear, but nobody knows. This is the difference. A brave admission to the fact, to the belief, and a devious way, hypocritical way, of saying the same things in different words. But there is a long story. I think the time is over. Shall we begin? Will we return to it later on? Yes, at the beginning of next. Or now? Oh, yes. No, I think it's already over. 5 minutes over. Huh? 1 minute over. So let them wait. Yes. We'll begin with this, and if I'm late, then you can start all this. Yes, inshallah. Okay? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.